خطأ على شبكة فيسبوك يؤدي إلى نشر أخبار مضللة ومحتوى عنيف وغير لائق يتطلب أشهر لإصلاحها. تقرير يلقي الضوء. بعد أن أدى خلل في إحدى الخوارزميات إلى ضخ موجة من المعلومات المضللة والمحتوى الضار في موجز أخبار مستخدمي شبكة الفيسبوك بين شهري أكتوبر ومارس، أعلنت شركة فيسبوك إصلاح الخطأ. الخطأ الذي وصفه الموظفون بأنه فشل كبير في الترتيب بقي موجودا لأشهر وأثر على ما يصل إلى نصف مشاهدات موجز التطبيق، في الوقت الذي كان الهدف من الترتيب خفض مستوى المعلومات الخاطئة المزيفة. لكن في الخريف الماضي بدأت الآراء حول المعلومات المضللة في الارتفاع بنسبة تصل إلى 30%، في حين أن المحتوى الذي كان من المفترض أن يتم تخفيض رتبته بقي في رتبة عالية. وخلال فترة الخطأ فشلت أنظمة فيسبوك في خفض مستوى المحتوى غير اللائق والعنف، كما فشلت في خفض أو حجب المحتوى الذي تنشره وسائل الإعلام الحكومية الروسية الذي تعهدت الشبكة مؤخرا بالتوقف عن التوصية به ردا على غزو أوكرانيا. وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع نستضيف من الكويت المستشار في أمن المعلومات والتحول الرقمي رولان أبي نجم. أستاذ رولان صباح الخير. صباح الخير ميرا وصباح الخير فرح. أهلا بك. يعني أستاذ رولان، أدى الخلل في خوارزمية ترتيب الأخبار على المنصة الخاصة بشركة فيسبوك إلى ضخ موجة من المعلومات المضللة. بداية، كيف يمكن أن نشرح تقنيا هذا الخطأ للمشاهدين، وبالتالي كيف يتم مكافحة الأضاليل التي تنشر على شبكات التواصل؟ أول شيء بطبيعة الحال لما بنحكي عن شيء بيسموه بالعربي خوارزميات أو الألغوريزمز، هو شو يعني؟ يعني نحن كنا بمحل معين على فيسبوك بسبب هلا صار في عندنا أكثر من 2.5 مليار مستخدم على فيسبوك بسبب عدة صفحات وكثرة الصفحات وغيرها، ففيسبوك ما بيقدر يفرج كل المحتوى لكل العالم. فبطبيعة الحال هذا الألغوريزم شو بيعمل؟ بيجي بمحل معين بلاقي إطار إنه هذا أفضل محتوى أنا مفروض وصله للأشخاص معينين وبيوصلون إياه بهذه الطريقة. بس يلي شفناه هلا هون بهذا الموضوع منا أول مرة بتصير مع فيسبوك، شفناها سابقا كان في مشاكل مع منظمة الصحة العالمية بجائحة كورونا لما صار في اتهامات لفيسبوك إنه عم تروج لمحتوى مضلل اللي هو إنه الطعم ممكن يأثر على أشياء سلبية وغيرها. شفناه بموضوع اقتحام الكابيتول بأمريكا يلي كمان صار في اتهامات لفيسبوك إنه التحريض على العنف وغيرها. كان بوقتها في اثباتات من الموظفه السابقه بفيسبوك فرانسيس يلي هي اتهمت فيسبوك مع اثباتات انه هو عم بحرض لخطابات العنف والكراهيه كان بميانمار ولا بغيرها ولا باللي صار بامريكا. فهذا اول شيء منا اول مره بتصير مع فيسبوك، هن حطوها باطار الخطا، بس ما حدا بيقدر يعرف انه اذا مزبوط خطا ولا كان متعمد، وخاصه كان لفتره كثير طويله. هناك من يعتبر أنه ما حصل هو ليس خطأ بل هو سمة لمواقع التواصل الاجتماعي وفيسبوك تحديدا، هل تتفق إذن مع هذا القول؟ هلا للاسف بهذا الموضوع كله بده يندرج باطار التحاليل طالما ما في شيء بيثبت هذا الموضوع، بس نحن كلنا بنعرف انه بالنهايه ان كان فيسبوك ولا غير منصات عندهم اذا بدك حسابات سياسيه بهذا الاطار، يعني شفنا مثلا تيك توك كان بهذه المعركه من ناحيه روسيا ضد اوكرانيا وكانت عم تسوي لمحتوى اكثر مرتبط بالناحيه الروسيه، فما بتخيل اي خطا ممكن يكون بشركه مثل فيسبوك يضل لفتره 6 أشهر وما يقدر يمشي وين الخطا، مع العلم بس كمان تنوضح شغله انه حتى هذا الموضوع على شركات كثير كبيره ورغم كل برمجيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الصعب او من المستحيل يقدر يضبط الكونتنت او المحتوى 100%، خاصه في عده طرق اذا بدك المستخدمين يتذاكوا على المحتوى، وخاصه انه ما عندك ولا اي سيستم بالعالم يقدر يكمش لك كل اللغات وكل طريقه، يعني نحن بنشوف العربي بس تحديدا، عندك اللبناني غير الخليجي غير المصري غير غيرها، ما بيقدر ولا اي سيستم بالعالم يقدر يضبط المحتوى 100%، بس كمان ما فيها تكون الامور فلتانه مثل ما هلا كان عم يصير. يعني بعيدا اذا كان هذا خطا حقيقي ام لا، وبدايه يعني وحسب ما تتفضل به، اليوم كيف يمكن لهذه الشبكات التي تتحكم بظهور هذه المعلومات، كيف يمكن ان نضع سياسات ربما لحمايه المستخدمين وللتخفيف من حده هذه الاخبار المضلله التي تنشر، وبالتالي هل هي تتحكم بزمام هذه الامور؟
فرح يعني صراحة هذا هو السؤال، هو الأهم. يعني من بعد جائحة كورونا وكل الاتهامات اللي طالت مواقع التواصل الاجتماعي، طلعت بيانات مواقع التواصل الاجتماعي قالت أنا مش شغلتي أكون الحكم، مش شغلتي أقرر شو الصح وشو الغلط. أنا منصة مواقع التواصل الاجتماعي، إذا حدا بيجي بيقول لي شو الصح وشو الغلط، ساعتها أنا بقدر أتحكم بالموضوع أو أتليست قد إيه بقدر. فبهذا الموضوع شفنا مثلا بجائحة كورونا كان في منظمة الصحة العالمية هي اللي عم تحدد شو الصح وشو الغلط، بس بباقي المواضيع ان كان بالحرب الروسية الأوكرانية، كان بالانتخابات الأمريكية وغيرها، مين المرجعية اللي بتقرر شو الصح وشو الغلط، شو المسموح وشو الممنوع؟ فعندنا أول إشكالية، مين يلي بده يحدد الصح والغلط وشو المعايير بتتبع مواقع التواصل بهذا الاجتماعي؟ هذا الموضوع أول نقطة. تحديدا نعم مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أعربت عن قلقها من تغييرات محتملة في سياسة فيسبوك تسمح بدعوات للعنف ضد جنود روس. أيضا كمان البرلمان الروسي قال أنه يعد دعوة استئنافية إلى المدعي العام، وهو عم بشكل لجنة تحقيق لاتخاذ إجراءات فورية هذا المنصة لأن تخوض حرب معلومات ضد روسيا، خصوصا أنه هي شركة أمريكية. ما تأثير ذلك على أرض الواقع؟ اكيد هذا الموضوع شفناه، يعني حتى كلنا بنعرف انه منصه فيسبوك تحديدا بال 2016 لعبت عامل كثير ايجابي بوصول دونالد ترامب على الرئاسه بامريكا، وكنا بنعرف كامبريدج اناليتيكا شو صار فيها، وبال 2020 فيسبوك وغيرها لعبوا عامل سلبي بخساره دونالد ترامب. فمنصات مواقع التواصل الاجتماعي عم يكون عن جد لها دور كثير اساسي بهذا الموضوع، والاتهامات مش رح اقول اذا بدك مضبوطه بس كمان محل معين محقق، لان شفنا بالاثباتات كيف فيسبوك كانت عم تشتغل الخوارزميات تبولها او الالغوريزم كما تحرض العالم للعنف باللي صار بموضوع الكابيتال. فهذه الاتهامات اذا بدك منطقيه وطبيعيه، لانه شفنا هذا اللي عم بيصير سابقا بعده محلات. لكن خطورة هذه الشبكات اليوم وتأثيرها على الموضوعية برز أيضا بشكل كبير خلال الحرب الروسية الأوكرانية. برأيك كيف يمكن مكافحة كل ذلك وكل هذه الأضاليل التي تنشر؟ وكما ذكرت أنه شبكات التواصل اليوم تقول أنها ليست هي من تحدد، ولكنها في المقابل تفرض قيود بشكل واضح. هنا تقول أنني سأنشر، هنا تقول أنني لن أنشر، وبالتالي يعني كيف يمكن أن نحل هذه المعضلة أو هذه الجدلية على شبكات التواصل؟ 100%. أول شيء نحن كلنا بنعرف إنه بالنهاية لما نحكي شبكات التواصل الاجتماعي عندها شغلتين، عندها القوانين تبعيتها، قوانين الخصوصية والشروط الاستخدام، وعندها قوانين الدولة اللي بتتبع لها اللي هي أمريكا. بس شفنا كمان بلشنا من فترة الرئيس الأمريكي عم يجي يقول لهول منصات المواقع التواصل الاجتماعي انتوا يا بدكم تلتزموا بالقوانين تبعولنا تبعو البرازيل يا نحن بنمنعكم. شفنا باوروبا عم يجوا يقولوا للمنصات انتوا ممنوع تاخذوا الداتا وتحللوهم بامريكا برات الاتحاد الاوروبي، والا نحن كمان بدنا نمنعكم. فعم يكون عندنا اشكاليه كثير كبيره، هل المستخدم بده يخضع لشروط هول المنصات، ولا بده يخضع لشروط الدوله اللي بتنتمي لها المنصات اي امريكا، ولا بده يخضع لشروط الدوله اللي هو ساكن فيها اللي هي اوروبا، لان نحن صرنا بعولمه كثير كبيره. فهذا الموضوع في عندك اذا بدك اشكاليه كثير كبيره فيه، وزيادة عليه أنه هول المواقع دائما عم يكون عندها سياساتها الخاصة وحساباتها الشخصية السياسية، إن كان بتويتر ولا فيسبوك ولا غيرها، يلي هي بتيجي بتعمل يلي بيناسبها. وهون بس أوضح نقطة كثير مهمة، مواقع التواصل الاجتماعي عندها شيء بسموه ايدنتيفايرز، يعني بتعرف كل مستخدم شو بحب وشو ما بحب، وكيف تقدر تستهدفه، وكيف تقدر تغير له رايه، وكيف تقدر تاثر عليه بسبب كل المعطيات اللي عندها اياها، وهذا الشيء بيشكل خطوره كثير كبيره على كل المستخدمين. ويمكن من هون بتبرز أهمية التعليم والثقافة الرقمية. المستشار في أمن المعلومات والتحول الرقمي رولان أبي نجم، شكرا لك.